صرفين مصابين وصرفين سبيل البداية كانت من الشيخ الحار من جمعية القادة الجديدة للتنمية والتواصل والدعوة الكريمة لحضور تحالي أثار الزيطة لكي الشيخ الحار حفل التميز بكائدة تلميذات وتلاميذ مدرسة الحقار. في البداية كان بذنني أولا التلميذات والتلاميذ التطور ديالهم وكان بذنني من خلالهم آبائهم وأمهاتهم وكذلك الأساتذة ليحرصوا على أنهم يحصلوا على هذه النتائج جيدة. فالكلمة ديالي ما تقولش أنا ما حضرتهاش ولكن غادي نحضر أنني نعبر على الصعوبة ديال التواجد ديالي في مدينة مراكش بعد ما كنت هذه الأيام أسرى بمدينة طنجة لأجل إحصاء حياتي المصري المغربي العليم بمدينة طنجة وقبلها في مدينة تطوان وإن شاء الله في مدينة مراكش خلال موسم الدراسة المقبل إن شاء الله. ويسرني كثيرا ان يكون اول مكتب جهوي للنصر المغربي للتعليم بالمنطقه الشماليه. شكرا لكم على هذه الدعوه وعلى حضوركم واشكر كل من ساهم في الاعداد لهذا اللقاء الجميل وكل من حضر من قريب وبعيد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاستاذ حسين توكيل رئيس المنصب المغربي للتعليم اللي كيحضر بمناسبة إقامة حفل التميز لجمعية رقادة اللي غادي نلعب صريح حول الأهداف ديال هذا المرصد هذا وشنو هي الرسالة اللي يمكن يوجهها يعني التربوية يعني الأطوار التربوية بمناسبة حضور هذا الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنبغي نشكر لاراج أنفو على الفرصة اللي فتحت لي باش يكون عندي تواصل مع السكينة ديال العرايش من خلالها. فالمرصد المغربي للتعليم هو تأسس سنة 2011